ايه اللي انت عاملاه في روحك ده يا سميح؟ مالي شكلي مش عاجبك؟ انت زعلت يا حسين؟ هقولك ايه بس يا سميح، انا لما حبيتك حبيت فيك البساطة، حبيت سميحة اللطيفة الظريفة اللي مفيش تكلف في كلامها ولا في تصرفاتها. امال هند رستم حبيت فيها ايه؟ لا هند دي هند كانت ظروف تانية وانتهت خلاص. لكن التاريخ اللي على صورتها بيقول غير كده. بيقول ايه؟ بيقول انكم لسه بتحبوا بعض. لا دي هي انا خلاص مفيش حاجة. يعني انت ما بتفكرش فيها ولا شوية صغيرة؟ ما بفكرش في حد غيرك يا سميحة. صحيح يا حسين، وكل اللي بتمناه انك تقبلي ايه قول يا حسين. تتجوزيني يا حبيبي يا حسين. حسين وسميحة في احضن بعض. بيتي بقى مزبلة، يا للعار يا للشرار، انا لازم اقتلك علشان احمي شرف العيلة. هدي نفسك. بس اخرسي، يستحيل اهدى الا لما اذبحه واسبح في دمه. اقوم واقوم واقوم لقيت بوصل لبر الشرف. جرى ايه يا عبد الهادي؟ جرى ايه؟ هتقتله يعني ايه؟ هي الدنيا سايبة؟ مفيش حكومة في البلد؟ انا ما بقاش في عقل خلاص، انا هول، انا وحش، لازم انتقم لشرفي. بس يعني ايه تقتله يعني ايه؟ هم عملوا ايه يعني؟ سرقوا، نهبوا، بيحبوا بعض وهيتجوزوا. كمان يحبوا بعض وهيتجوزوا، انا يستحيل اقبل الجوازة دي. لا ليه بس يا عم؟ ايوه يا اخويا استهبل استهبل، كل البلد عارفة علاقتك بهند رستم، وفكرك بعد كده اقبل ان انا اجوزك بنتي؟ ده مش ممكن. بابا ان ما وافقتش انا حماوت نفسي، هنتحر. يا عالي يا سميحة، مبسوط يا سي عبد الهادي؟ اهي بنتك هتموت نفسها. تموت نفسها؟ سميحة انت الوحيدة. مفيش فايدة، مادام عايز تبعدني عن حسين اعيش لمين؟ عاجبك كده؟ عاوز تمشي اللي في دماغك وتقتل البنت؟ يا لضربات القدر، انتوا طعنتوني بخنجر ذا حدين. اتجوزهم اتنيلهم، لكن انا بريء من نسلكم ومن نسل نسلكم الى الابد الى الابد الى الابد.